الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هل كل مسافر يفطر في رمضان؟ واش أي مسافر بغى يسافر سافر عنده الرخصة ديال الإفطار؟ خصنا نعرفوا بأن إفطار المسافر هذا رخصة من الله عز وجل، هذا الإفطار ديالو تخفيف من الله سبحانه وتعالى على هذا المسافر للمشقة الحاصلة في السفر. فلذلك اش كيقول الله عز وجل في سورة البقرة: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك حنا عندنا واحد الشروط خصها تتحقق في المسافر، إلا ما كانتش في هذه الشروط ما عندوش الرخصة ديال الإفطار في السفر. أول شرط هو المسافة، شحال غتكون المسافة ديال هذا السفر؟ حيت الجمهور محددين المسافة وقال لك المسافة اللي كانت حوالي 80 كيلومتر، والشيء إذا جانب الشيء أخذ حكمه، إذا كانت قريبة من 80 ولا فيت 80 كيلومتر، نعم هذا الشرط محقق، راه كيتسمى مسافر. قال لك إذا كانت قل من هذا الشيء ما كيتعدش مسافر، لأن هذه المسافة لا بد منها في السفر. فريق ثاني قال لك لا، العرف هو اللي كنقولوا عليه واش مسافر ولا ما مسافرش. قال لك إذا كانت واخا تكون غير 40 كيلومتر أو 50 كيلومتر، لكن في عرفهم كيقولوا أن هذا سافر، قال لك كنحسبوه سفر، ولا ما كانش كذلك ما كنحسبوش سفر. إذا حنا عندنا هذه القضية ديال المسافة، واش هي بالغة هذا العدد اللي قلنا 80 كيلومتر وحوله ولا لا؟ إذا إلا كانت أكثر فلا بأس يعد مسافر، إلا كانت قل كنرجعوا فيها إلى العرف، ما تعارف الناس حولها. إذا غنرجعوا الشرط الثاني، الشرط الثاني هو المدة، شحال غتبقى في هذه السفيرة هذه بسلامة؟ إلا قال لك أسيدي أنا غادي نبقى 3 أيام، قولي داخل هذا الشرط محقق. قال لك غنبقى 6 أيام، غنبقى 7 أيام، قولوا لي ما داخلش في المدة، لأن قال لك المدة شناهي؟ هي 4 أيام، تكون مدة الإقامة 4 أيام وقل، وما كنحسبوش اليوم اللي دخلتي فيه واليوم اللي غتخرج فيه، ما كنحسبوش. إذا هذا الوقت هذا ما كنحسبوش، كنحسبو 4 أيام من مدة الإقامة في هذيك المنطقة اللي غادي ليها. إلا كانت 4 أيام وقل، إذا هذا الشرط محقق عندك. إلا كانت كثر كيقول لك هذا الشرط ما محققش. وفقهاء آخرون قالوا، هذا الجمهور اللي قال الكلام هذا، فقهاء آخرون قالوا بأن العرف كذلك يدخل في هذه القضية. فما كان عرفا في أنه السفر مدة، هذا السيد راه مسافر وخا تفوت هذه المدة اللي ذكرناها فيعد مسافر. إلا كانت قل لا يعد مسافر، والعرف هو اللي كيحكم في هذه المسألة. ولكن كما قلنا الجمهور على ان المده 4 ايام وقل راه مسافر، اكثر من 4 ايام غيقيم قال لك ما بقاش مسافر ولا مقيم. الشرط الثالث، الشرط الثالث هو يكون السفر ديالو مباح. شنو معنيتها؟ ما يكونش مسافر المعصيه، حيت الرخصه ما كنعطيوهاش للعاصي وما كنعينوش العاصي على المعصيه ديالو. واحد السيد غادي باش يشرب لينا الخمر، واحد السيد غادي باش يرتكب الفاحشه، واحد السيد غادي باش ينهب ويسرق، هذا ما كنعطيوش الرخصه حيت ما كنعينوش. ولا مثلا كما كيديروا بعض الشيعة كيقول لي راه بغيت نفطر في رمضان، كيقول لي سير سافر وضرب مسافة القصر وفطر. لا، هذا حيت نيتو باغي يفطر في رمضان ودار هذه القضية تحايلا، إذا هذا العقوبة ديالو أنه ما كنعطيوش الرخصة ديال مسافر باش يفطر. إذا كذلك الشرط الرابع هو خصو يدخل في السفر قبل صلاة الفجر. إذا قبل ما يكون الفجر، قبل ما يأذن الفجر خصو يدخل في السفر يمشي. اما الى دخل عليه الفجر هو في بلاده امسى ما مسافرش باقي، واخا هو عنده نيه السفر ولكن راه باقي مقيم في بلاصتو، واش يسافر ولا ما يسافرش الله اعلم، ما يبداش ياكل هو في بلاده وفي داره. لا، خصو يخرج قبل من الفجر، الى خرج قبل ما يأذن الفجر فهنا عنده الامكانيه بعد ما تحقق الشروط اللي ذكرناها. اما الى بقى تطلع عليه الفجر لا، خصو ينوي الصيام ويصوم. بعد ذلك الى شق عليه في السفر وخاف على صحته، هو غادي مسافر سافرت العشرة النهار يمشي صايم، ولكن مني في الطريق عيا تعب، خاف على نفسه من الهلاك، خاف يضر لي شي عضو من الاعضاء ديالو، خاف على مثلا على انه ما يبلغش المبلغ ديالو قدر الله يتوفى ولا هذا، فاذا هنا ممكن انه يفطر، ماشي يفطر لانه مسافر لا، ولكن يفطر لانه خاف على نفسه في السفر. خصنا ننبهوا على ان الجمهور، جمهور الفقهاء كيقولوا بان الصيام هو افضل للمسافر الا اذا احتاج للفطر،
لقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن قال لك بأنه الإنسان اللي مسافر الأفضل ليه هو أنه يصوم، لكن إذا احتاج للإفطار يفطر. إذن هذا هو قول الجمهور. وما عندناش عبرة في أن السفر حيت مولاه راه مرتاح غادي في الطيارة غادي في السيارة، وبكري كانوا الناس كيمشيو مثلا في الدواب في الإبيل في البغال في الخيل وكذا، كانوا التعب كيمشيو على المشاة على رجليهم هما اللي عندهم الرخصة. لا 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 لا، هذا ما عندناش عبرة به، لأنه الحائض والنفساء هاي كان ما كيصوموش في رمضان وهما مرتاحين مريحين غير في ديورهم مرتاحين وقادرين على الصيام ولكن ما كيصوموش. إذن هذا أمر إلهي وهذه رخصة من الله عز وجل للمسافر. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله تعالى عنهما أنهما قال بأنهما سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. وهذا حديث عظيم في أن الإنسان إذا احتاج الفطر وهو مسافر يفطر، والآخر لا قدر الصيام يصوم، ولكن ما انتقدش اللي فاطر ما ينتقدش اللي صايم، واللي صايم ما ينتقدش اللي فاطر. وهذا هو الديدن ديال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المسافر ما يضرش بنفسه، ما يوصلش لديك الدرجة، حس بأنه ما كاينش ضرر عليه فهل أفضل لي يصوم، لكن لا حس غيكون ضرر عليه والجسد دياله فهنا ما يصومش، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. إذن معلوم أنه في الصحيحين كان النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وجاء واحد الرجال اجتمعوا على واحد الشخص جلس حدا الظل تحت من الظل وعليه التعب وعليه المرض وعليه الشدة والمشقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ماله؟ قالوا لي راه صائم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر أن تصوموا في السفر. إذن هنا جمع بين الحديث والحديث اللي ذكرناه ديال جابر وديال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فنفهموا بأن الإنسان اللي استطاع الصيام فهذا هو الأفضل الأولى في رمضان ولو كان مسافر، واللي ما استطاعش ويشق عليه فعنده الرخصة ديال الإفطار وما ينكر هذا على هذا. بقى خصني ننبه على مسألة بسيطة، هو الناس اللي كيتنقلوا بزاف كيسافروا بزاف بحال الشوافرية بحال الناس كيكونوا غريسونات بحال الناس كيكون عنده عمال كيتنقل وربما عنده هاد الشروط اللي ذكرناها كلها، فإذا هو ربما يوميا كيتنقل وكيسافر غنقول ليه يفطر رمضان كله؟ إمتى غيرد لينا هاد رمضان؟ هو ديما العمل ديالو مسافر، إذا هذا ما عمرو غيصوم. لا، كنقولوا هذا الفقهاء كيسميوه الركاب. الركاب شنو هو؟ هو اللي الخدمة ديالو غادي جاي مسافر غادي جاي مسافر، بحال الربان الملاح اللي كيكونوا في الطائرات في السفن في الحافلات عملهم بهذا الشكل غادي جاي. إذن هذا كنقولوا ليه صوم واخا انت عندك هذه الشروط كلها لان العمل ديالك هو هذا، ولكن اللي حسيتي كما قلنا بانه غتوقع في ضرر على الجسد ديالك ونفسك وانه بعض الحواس ديالك قد تهلك فنقولوا لك ممكن تفطر وتعيد هذاك اليوم. قضيه اخرى راه ما كتعنيش المشقه الافطار، راه الصيام فيه مشقه والعباده ديال رمضان فيها مشقه، ولذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم كما تثبت على كثير منهم ابن عمر انس رضي الله تعالى عنهم كانوا من شده الصيام والحر، معروف الجزيره العربيه والحر ديالها في الصيف، فكيدخلوا في ركوه ديال الماء كيديروا الماء وكيدخلوا وسط من الماء وكيبداو يكبوا على راسهم الماء باش يصبروا حتى الافطار. اذا كاينه مشقه في الصيام ولكن ما نوصلوش للحرج وما نوصلوش لاننا نضيعوا حاسه من الحواس او الجسد ديالنا. ما جعل عليكم في الدين من حرج. اذا نفصلوا هذه الامور ونفهموا وقتاش المسافر ممكن لي يفطر وقتاش ما يفطرش، والافضل ليه الا قد يصوم هو انه يصوم وهو الافضل ليه للمسافر. هذا والله تعالى على اعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.